الآن حمد الله أمام رئيس بولحي، الآن حمد الله أمام رئيس بولحي. يا الله، حتى في تسجيله لركلات الجزاء الدامة متعة بأقدام حمد الله. الأهداف في النصر قد تتغير، لكن الأهداف لدى حمد الله ثابتة ولا تتوقف، ثابتة ولا تتوقف. نعم، النصر لا يتصدر هذا الموسم، لكنه بأهداف حمد الله لا يتأخر، بأهداف حمد الله لا يتأخر ولا يتراجع، ويبقى حمد الله في صدارة الهدافين بالهدف رقم 29 بهذه القدم اليمنى اللي ياما وياما اللي ياما وياما أسعدت العاشق النصراوي الكبير. حمد الله يسجل وكالعادة ولا جديد. نعم.